أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض ليلة الاثنين عن تأجيل الزيارة التي كان مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي يعتزم القيام بها للشرق الأوسط الشهر المقبل. أرجع التأجيل في بيان نقلته وكالة أسوشيتد بريس إلى عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة للتصويت على خطة الرئيس دونالد ترامب للإصلاح الضريبي. وكان بينس ينوي زيارة مصر وإسرائيل دون التوجه إلى الأراضي الفلسطينية بعد الجدل الذي أثاره قرار ترامب بشأن القدس ورفض الرئاسة الفلسطينية استقباله. من ناحيتها أعرب أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية وهي جبهة معارضة من أحزاب وشخصيات عامة مصرية عن شعورهم بالدهشة والانزعاج الشديد لقبول الحكومة المصرية استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس المعروف بانحيازه الكامل لإسرائيل أكثر من رئيسه وحماسه الكبير لقرار بلاده باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقالت الحركة المدنية في بيان أصدرته إن استقبال بينس في هذا الظرف يأتي مجافيا لشعور عربي عام يرفض التواصل مع الإدارة الأمريكية في شأن قضايا السلام بالوطن العربي. كاميرا البرنامج سألت المواطنين في الشارع المصري: ماذا تمثل القدس لك؟ نتابع. القدس بتمثل لي فاهم؟ بتمثل لي يعني هي الدولة العربية، هي بتمثل الاسلام دلوقتي، بتمثل الاسلام وتمثل العرب كلهم. يعني بتمثل دلوقتي ان احنا كلنا مش عارفين، حاطين ايدينا جنبنا ومش حدش عارف يتحرك ولا عارف يحررها ولا عارف يعمل اي حاجه ليها ولا عارف يساعدها باي شكل، عشان الامريكان طلعوا اصدار ان هم عايزين ياخدوها. يعني مفيش دوله عربيه ردت عليهم ولا اي دوله ردت. يعني ده الناس اللي ما بقوش مسلمين، واحده زي دوله كوريا دي سمعت ان رئيسها مش عارف راح قال مين دولة إسرائيل، يعني هنهم مين بقى، مين رؤساء العرب ولا أي حد من رؤساء العرب، مين اللي وقف وقال الكلمتين دول؟ القدس أساساً هي بتمثل لي الإسلام، محدش يقدر يعيش من غير إسلام. إزاي يا جدعان؟ ده أساساً هي كده تهديد للعرب كلهم. عاصمة فلسطين طبعاً. وأنت كمسلم بيمثلك إيه؟ بيمثل غير انها عاصمه فلسطين ان هي اصلا كان فيها مسجد الاقصى اللي كانوا بيصلوا فيها المسلمين زمان، واللي سيدنا واللي صلاح الدين الايوبي حرر القدس من الصليبيين. فمش من حق اليهود ان هم يستولوا على القدس ويقولوا انها عاصمه اسرائيل، ده لو كان في دوله اسمها اسرائيل اصلا. لمناقشه هذه القضيه ارحب بضيفي من القاهره عبر سكايب محمد منير الكاتب الصحفي المصري، وايضا محمد حامد الباحث في العلاقات الدوليه. اهلا بكما. أبدأ معك سيد محمد منير. نبدأ بداية، لماذا يعني السلطة الفلسطينية رفضت لقاء مايك بينس، شيخ الأزهر رفض لقاء مايك بينس، ولكن الحكومة المصرية كانت على استعداد لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي، برأيك لماذا في هذا التوقيت؟ أنا رأيي إن أنا مستغرب قوي من الاندهاش ومن بيانات الإدارة للحكومة المصرية أن تستقبل نائب الرئيس الامريكي، لانه هو يعني موقف الحكومه المصريه او موقف هذا النظام الحالي من قضيه فلسطين ومن اسرائيل موقف متجاوز بكتير جدا انهم يقابلوا نائب ترامب. يعني 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 ده تحصيل حاصل، وهو ده شيء طبيعي ومتسق جدا مع موقفهم، لأن حتى في ظل إعلان القدس عاصمة لإسرائيل أو محاولة ترامب أنه يرسخ ده بناء الاستفارة، عاوز أقول لحضرتك حاجة دكتور أسامة، هم ما يعني ما أبدوش حتى انزعاج رمزي شكلي في الموضوع ده. لا، كانت هناك بيانات إدانة يا أستاذ محمد في اللحظات الأولى، حتى الخارجية المصرية ثم الرئاسة المصرية ثم مندوب مصر في مجلس الأمن قدم قرار نيابة عن المجموعة العربية. يعني على المستوى الدبلوماسي والرسمي للنظام المصري كانت هناك إجراءات تندد بشدة القرار الأمريكي. الله ينور عليك. وكان في نفس التوقيت اعتقال كل المعارضين بشكل شعبي أو معظم من عارض أو ومطاردة المعارضين لهذه الاتفاقية في الشارع ومنع أي مظاهر احتجاجية فعلية. يعني الموضوع موضوع حدوده بيانات مش أكتر من كده. يعني أنا عاوز أقول لك إن 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 الحركة المدنية الديمقراطية اللي هي أعربت عن شعورها بالدهشة
أنا مندهش من دهشتهم. طيب بالحديث عن هذه الجهات سأعود إليك مرة أخرى، ولكن أرحب بضيفي عبر الهاتف السيد يحيى حسين المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. نعم سيد يحيى، إذا بيان نددتم فيه كأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية عن استقبال الحكومة المصرية لنائب الرئيس الأمريكي، لماذا هذا التنديد؟ التنديد كما جاء في نص البيان، لأن هذا الرجل تسبقه يعني يسبقه تعصبه أكثر من رئيسه، يعني إذا كان رئيسه متعصبا بدرجة ما فهو أكثر تعصبا من رئيسه، نمت عن ذلك يعني التصريحات التي أطلقها طوال فترة الحملة الرئاسية، ثم ما أعقب قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. نعم، ولكن لذلك ثم إن مجيئه في هذه الفترة يجافي شعورا عربيا عاما ومصريا أيضا ضد هذه الإدارة الأمريكية، ولعل ما عبر عنه فضيلة الشيخ الأزهر وقداسة بابا الكنيسة برفض استقباله جاء تماشيا مع هذا الغضب العارم في مصر. طيب ولكن سيد يحيى ربما يعني للأزهر هذا الرجل، نعم عفوا على المقاطعة، الأزهر يستطيع أن يرفض، الكنيسة تستطيع أن ترفض، ولكن عندما ترفض الحكومة استقبال نائب الرئيس الأمريكي فهذا ينشئ مشكلة دبلوماسية ويضع النظام في حرج دبلوماسي مع حليف كبير للنظام الحالي وهي الولايات المتحدة. سيد يحيى، فقدنا الاتصال بالسيد يحيى حسين المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية. على كل حال أذهب لي السيد محمد حامد، إذا النظام المصري أو الحكومة المصرية كانت ستستقبل نائب الرئيس الأمريكي الذي كان سيأتي ليزور القاهرة وتل أبيب ولن يزور السلطة الفلسطينية، برأيك لماذا القاهرة تستقبل نائب الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت تحديدا؟ أول حاجة طبعا الزيارة اتلغت وتأجلت في منتصف يناير، في وأسباب إلغائها واضح أن هناك غضبة عربية إسلامية جامة نتيجة القرار المنفرد من الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وهذا قرار مفسد. أنت ذكرت مع ضيفك من دقائق أن طبعا ده علاقات دبلوماسية كبيرة وعلاقات مصرية أمريكية، وإذا كان جاءت يعني مايك بينس إلى القاهرة كان سيسمع هذا الكلام، أننا نحن نرفض القرار الأمريكي الأخير وعلى الولايات المتحدة مراجعة هذا القرار مرة أخرى وعدم استخدام المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة وموقف الرئيس الأمريكي من قضية العمالة لروسيا باستخدام ورقة القدس واستخدام ورقة يعني المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالأحرى. لكن النائب الرئيس الامريكي يعلم جيدا ان الدوله المصريه ترفض هذا، الدوله المصريه اتحركت عبر مجلس الامن شجبت هذا القرار، ووجدنا مقال نيويورك تايمز اليوم يتحدث ان الدوله المصريه ليس حديث جيد للولايات المتحده في الفتره الحاليه، وانها تقود او تعارض بعض السياسات الامريكيه في سوريا وفي ليبيا وفي فلسطين وفي العراق وفي اكثر من دوله بهدف الحفاظ على يعني عودة اللحمة العربية وعودة الأمن القومي العربي. يجب التذكير أن طيب ولكن سيد محمد فقط أتوقف معك عند أن النظام المصري يعارض سياسات الولايات المتحدة، لا يظهر هذا في لقاءات السيسي مع ترامب أبدا، يعني في كل اللقاءات 4 لقاءات السيسي يشيد بترامب أنا معك إلى نهاية الخط، نثق في يعني سياساتك في محاربة الإرهاب، ستجدني داعم لك، يعني لا يبدو في اللقاءات الثنائية بين السيسي وترامب بما تقول. يا سيد الفاضل ارجع إلى جلسات الكونغرس الخاصة على مصر، ستجد أن مصر ليس حليفا جيدا للولايات المتحدة بغض النظر عن نواب الكونغرس، أن مصر دولة تلتهم المعونات ولا تقدم شيء، أن مصر رفضت التعاون العسكري في سيناء وتدريب الولايات المتحدة لها في سيناء، رفضت توسيع
بعد الملفات الخاصة بالتعاون المصري الإسرائيلي، لا ما زالت مصر لديها قدرة على عرقلة الدور الأمريكي في المنطقة إذا كان سيخصم من الرصيد الدولة المصرية في المنطقة ويقود يعني سياستها الاستراتيجية في المنطقة. طيب سيد محمد منير، أعود إليك مرة أخرى، بداية قبل أن تكمل فكرة أنك مندهش لمن يندهش من استقبال الحكومة لمايك بينس زيارة أجلت، هل تتفق مع السيد محمد حامد أن العلاقات المصرية الأمريكية يعني في بعض النقاط ليست على ما يرام، وأن النظام الحالي يعارض كثير من سياسات الولايات المتحدة في المنطقة؟ لا، ما هو اصل مش معنى ان تظهر بعض التناقضات السنويه والثانويه قوي ان احنا نقدر نقول ان العلاقات متوتره. ما فيش علاقات متطابقه في اي حاجه في الدنيا، يعني حتى بين الدول الحليفه لبعض. فطبعا ده يعني ما احنا بنطلق عليه كده في العاميه ايه، التمسك بالحبال الدايبه يعني. لكن انا عندي ملحوظتين، وعاوزك يا دكتور اسامه تسمح لي بس اوضحهم في الموضوع ده، لانهم يعني بيدخلونا في منحى خطر. اتفضل يا فندم. انا لما سمعت استطلاع الراي اللي عملته في الشارع لاحظت ملاحظه مهمه جدا جدا، ان الشارع قد يكون رافض وجدانيا فكره اسرائيل ورافض القدس، لكن ما فيش وعي. لان يعني العبارات اللي اتقالت لك على ماذا تمثل القدس عبارات بتقول ان مش موجود الوعي في الشارع المصري اللي كان موجود في الشارع المصري مثلا من 20 سنه. حد يقول لك ايه؟ لا ده الاسلام، او حد يقول لك لا دول. لكن حقيقه الامر ما فيش حد واعي يعني ايه المشروع الصهيوني في الشارع المصري، يعني ايه خطوره المشروع الصهيوني، يعني ايه خطوره اسرائيل. ده بينقلني للملحوظه الثانيه عشان يعني ما اطولش على حضرتك. بينقلني للملحوظه الثانيه، وأنا أخشى أن يكون موضوع القدس ينقلنا إلى اعتراف ضمني بإسرائيل. نحن نتحدث عن العاصمة وأنا أتحدث عن الكيان الصهيوني نفسه، إذا فنحن قد اعترفنا ضمنيا بالكيان الصهيوني ونحتج فقط على وجود القدس كعاصمة لإسرائيل. هناك مشكلة كبيرة يجب على النخبة أن تلتفت إليها، بدل ما بنطلع بيانات إحنا ضد نائب بيانات رد فعل عن الحكومة المصرية. هم هيقابلوا نائب الرئيس، احنا بندين نقابل، لا احنا عندنا الشارع محتاج اعاده توعيه مره اخرى بالقضيه الفلسطينيه، ومحتاج ان احنا يكون لنا خطابنا المنفصل عن ان احنا نبقى رد فعل لخطاب الدوله. طيب سيد محمد حامد، اعود اليك مره اخرى، هناك من يشكك في تحركات النظام المصري، حتى قرار مجلس الامن الذي قدمته مصر شكك البعض في نوايا النظام وقالوا أن هذا إجراء شكلي، والجميع يعلم أن الولايات المتحدة سترفض هذا القرار، كيف تعلق؟ لا طبعا أنا أتفق مع هذا الرأي، كل الجميع كان يعلم أن الولايات المتحدة كانت سترفض، وأن مصر والمجموعة العربية والمجموعة والدول الإسلامية ذهبت إلى مجلس الأمن والقادة التنسيقية ذهبت إلى مجلس الأمن لوضع الدول أمام مسؤولياتها والإدانة الرمزية للولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو. والجميع يعلم أن قرار الرئيس ترامب مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، فكان الذهاب إلى مجلس الأمن خيار مطروح يعني الحفاظ على ماء الوجه للدول العربية التي يعني بسبب هذا القرار الحالي يعني انحصرت الخيارات المواجهة لهذا القرار. طيب انضم الينا مره اخرى من القاهره السيد يحيى حسين المتحدث الرسمي باسم الحركه المدنيه الديمقراطيه. سيد يحيى، كنت اسالك قبل انقطاع الخط ان الازهر يستطيع ان يرفض او يرفض مقابله مايك بينس، الكنيسه تستطيع ان ترفض مقابله مايك بينس، ولكن عندما ترفض الحكومه المصريه فهذا يضعها في حرج دبلوماسي، لان هذا ليس شخصا عاديا، هذا نائب الرئيس الامريكي، كيف تعلق؟ سيد يحيى. طيب على كل حال أشكرك، شكرا جزيلا يحيى حسين المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية. أعود إليك سيد محمد منير مرة أخرى، قرار مصري في مجلس الأمن، بيانات إدانة لما حدث، يعني مصر نعم كانت ستقابل نائب الرئيس الأمريكي ولكن الزيارة أجلت لأن هناك
انتقادات عربية كبيرة لهذا القرار، هل ترى أن هناك توتر حقيقي في العلاقة بين القاهرة والبيت الأبيض في الأيام الماضية أم لا؟ لا، هو بس أنا عاوز أقول إن التأجيل ما كانش بسبب انتقاد تأجيل الزيارة، حسب ما قالت أسيس بريس ما كانش بسبب انتقاد هذا هذه الزيارة. عقد مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على خطة الرئيس دونالد ترامب للإصلاح الضريبي. يعني التأجيل من ناحيتهم، مش كان ما فيش اعتبار إطلاقا لأي انتقاد بيحصل، لا من الحكومة المصرية ولا من الأمريكان. يعني عاوز أقول لك إن إحنا يعني بنتعامل في جبهة أو في أرضية أو تحت مظلة هي مش مهتمة بينا خالص، في الوقت اللي القضية ماشية فيها في السكة تانية خالص على المستوى الشعبي. على المستوى الشعبي هناك أزمة بالفعل موجودة في فهم القضية الفلسطينية، ومحتاجة إن الناس تقف تواجهها. انما هو ولا حاجه، احنا احتجينا والحركه احتجت والزياره اتاجلت لاسباب تخصهم هناك في مجلس الشيوخ، ما تاجلتش وما فيش اي اهتمام بهذه المعارضات خالص. طيب سيد محمد حامد، اعود اليك مره اخرى. الاجنده الامريكيه في التعاطي مع قضيه القدس والانتقادات العربيه والاسلاميه الموجوده، اين ترى الدور المصري داخل هذه التحركات الامريكيه؟ لا، ما الدور المصري تجلى في الذهاب الى مجلس الامن، قد يتجلى مره اخرى في الذهاب الى الجمعيه العامه. القرار سيبقى مرفوضا عربيا، عندما ياتي اي مسؤول امريكي الى القاهره سيسمع ذلك جيدا. لا يا سيدي الفاضل، يعني ابرز دليل ان القاهره تسعى الى يعني تسعى الى ابلاغ العالم ان هذا، او يعني ابلاغ العالم بشكل كبير ان القرار مرفوض، والعالم كله يعني عدم تعاطف اي او تماهي اي دوله مع قرار دونالد ترامب. اسرائيل تفرض كده الان فرحا، وقالت يعني من فمك ودينك بنيامين نتنياهو قال شكرا لترامب انه اعترف بالامر الواقع. الجميع يعلم ان اذا كان يعني سمح لاسرائيل ان يكون لها عاصمه في مدينه القدس فقد تكون القدس الغربيه كما قال كثير من الدول الاوروبيه وروسيا. يعني لو اعترفنا ان اسرائيل لها عاصمه ستكون في القدس الغربيه، لكن اما القدس الشرقيه فهي بها المقدسات الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه ايضا، وكل هذا تحت الوصايا الاردنيه. فهذا القرار يخلط الاوراق، يزيد تازيم الاقليم اكثر من ذلك، ويقود الاستقرار في الاقليم، يعطي رئه تنفس للمحور الايراني، ويعطي حجه الى انصار ايران وحزب الله وسوريا. هذا المحور الذي يعني يشكل فيالق من اجل القدس، وفي النهايه لا يذهب الى القدس بل يذهب الى السعوديه، بل يذهب الى سيناء، لا يذهب الى القدس. فهذه هي الامور، ان القرار الامريكي يعطي رئه تنفس لاسرائيل ورئه تنفس للايرانيين، والعرب لا يعني يرفضون هذا القرار، وياتي على حقوق الفلسطينيه التاريخيه وحدود اربعه، يعني حدود يونيو حزيران او ما قبل 5 يونيو حزيران 1967. طيب سيد محمد منير، اعود اليك مره اخرى. نعم سيد محمد، سيد محمد منير، هل ترى ان النظام المصري الحالي لديه اراده حقيقيه في حمايه القضيه الفلسطينيه وبانه راعي القضيه الفلسطينيه كما يحاول ان يروج لنفسه؟ معلش ارجع عدت السؤال تاني لان في حصل شرشره في النص. هل ترى ان النظام المصري الحالي كما يحاول الترويج لنفسه هو راعي القضيه الفلسطينيه، يحاول الحفاظ على القضيه الفلسطينيه ونصرتها ام لا؟ لا. لماذا؟ لا، مش راعي القضيه الفلسطينيه خالص. النظام المصري راعي المصالح الدوليه التي تضمن بقائه ومواجهه مشاكله الداخليه. والقضيه الفلسطينيه بالنسبه له حتى ما لا يقترب من فكره الراي العام وتاثير الراي العام. يعني فانا شايف النظام المصري راعي لمصالحه في علاقته بالوجود الصهيوني او ب، انا مش عاوز اقول الدوله يعني. اشكركما شكرا جزيلا، عبر سكايب من القاهره محمد منير الكاتب الصحفي المصري ومحمد حامد الباحث في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا لكما. ونفذ على مسرح حلقتنا خلصت، نشوفكم بكره 9 بتوقيت القاهره، اصبحوا على خير.